مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبو ظبي. وبموجب هذا القانون فقد تم استبدال اسم مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة ليصبح مركز النقل المتكامل وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع دائرة الشؤون البلدية والنقل، ويكون المركز هو الجهة المختصة في الإمارة بمزاولة النقل العام وإدارة مواقف المركبات ومراكز التحكم المروري ومحطات الأوزان المحورية والمرافق اللوجستية المخصصة للنقل البري للبضائع وفق خطط النقل المعتمدة. حظر القانون مزاولة أي من النشاطات أو نشاطات المركز دون الحصول على تصريح منه، كما اشترط بأن يلتزم المصرح له بحدود التصريح الممنوح له. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب ملك البلجيك، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الملك لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك فيليب. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتسامح فيما يلي نصها: الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحتفي العالم غدا بيوم التسامح العالمي، وبهذه المناسبة أحببت أن أوجه كلمات من القلب للإخوة المواطنين والمقيمين، وأخص منهم جيل الشباب. ما زالت ذكرياتي عن مجلس والد الشيخ راشد رحمه الله منذ أكثر من 4 عقود حاضرة في ذهني لليوم، ذكرياتي عن شكل المجلس وطبيعة رواده. كان المجلس يضم المواطنين صغيرهم وكبيرهم، حاضرهم وباديهم، مواطنين من قبائل مختلفة ومن مذاهب وطوائف مختلفة ومن أصول وأعراق مختلفة أيضا، لكنهم جميعا مواطنون أمام راشد. لهم جميعا القدر ذاته من الاحترام والتقدير والحقوق والواجبات وحتى الهبات، وكان أقربهم من راشد مجلسا أكثرهم خدمة وعملا وتأثيرا في مجاله. ولم يكن المقيمون الذين يحضرون مجلس راشد بأقل من مواطنيه، مقيمون من مختلف الديانات والجنسيات والثقافات، احتضنهم مجلس راشد واحتضنتهم دبي، فقابلوا ذلك بمحبة وعرفان وولاء نعرفه فيهم وفي أبنائهم حتى اليوم. وبعد الاتحاد عرفت زايد طيب الله ثراه عن قرب، ونشأت بيني وبينه علاقة الابن بأبيه والطالب بمعلمه. عرفت مجلسه وعرفت أخلاقه وعرفت تقديره للناس. مجلسه كان مدرسة وحديثه كان مدرسة وتعامله مع الناس مدرسة. زايد استضاف الجميع في مجلسه على اختلاف أصولهم وقبائلهم وطوائفهم ومذاهبهم وحتى دياناتهم. زايد أعطى الجميع وعلم الجميع وأحب الجميع، فأحبوه جميعهم على اختلافاتهم، ودعوا له جميعا بعد رحيله، بل وأورثوا حب زايد لأبنائهم وأحفادهم. هذا هو ميراث زايد وراشد. أعظم ما تركه لنا زايد وراشد هي هذه القيم وهذه الروح وهذه الأخلاق. أكثر ما نفاخر به الناس والعالم عندما نسافر ليس ارتفاع مبانينا ولا اتساع شوارعنا ولا ضخامة أسواقنا، بل نفاخرهم بتسامح دولة الإمارات. نفاخرهم بأننا دولة يعيش فيها جميع البشر على اختلافاتهم التي خلقهم الله عليها بمحبة حقيقية وتسامح حقيقي، يعيشون ويعملون معا لبناء مستقبل أبنائهم دون خوف
من تعصب أو كراهية أو تمييز عنصري أو تفرقة بناء على لون أو دين أو طائفة أو عرق. أقول ذلك وقد لاحظت في الفترات الأخيرة وخاصة على بعض وسائل التواصل ما يعكر هذا التسامح التي تعيشه دولة الإمارات. نحن لا نفرق بين الناس ولا نهين أحدا بناء على أصله أو طائفته أو دولته، ولا نرى الناس إلا سواسية كما خلقهم الله، لا فضل لأحد على غيره إلا بعمله وأخلاقه والتزامه بقانوننا ودستورنا واحترامه لدولتنا. نحن جميعا عيال زايد، وعيال زايد لا يحملون اسمه وحرصه على وطنه فقط، بل يحملون أيضا قيمه وأخلاقه وسعة صدره وتسامحه وحبه للناس، كل الناس. أورث زايد هذه الأخلاق لشعب الإمارات، ولا أستغرب عندما وجه أخي محمد بن زايد بإضافة مادة التربية الأخلاقية لمدارسنا، لأنه يريد أن يرى أخلاق زايد والقيم التي أنشأه عليها في جميع أبناء وبنات الإمارات. أيها الإخوة والأخوات، أصدر خليفة بن زايد حفظه الله رئيس الدولة ووريث حكمة زايد وتسامح زايد قبل فترة قانونا لمكافحة التمييز والكراهية، وفيه من المواد الرادعة ما يصون المجتمع وما يحفظ إرث زايد لنا وللأجيال القادمة، وتوجيهاتنا لوزيرة التسامح بمتابعة تنفيذ هذا القانون وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. لا نريد إثارة أعراض طائفية أو عنصرية أو مذهبية في مجتمعنا، ولا نريد خلق فتن بين الناس، ولا نريد أي تمييز بناء على لون أو طائفة أو أصل. نوجه الوزيرة بمتابعة تطبيق القانون، ولا حصانة لأحد صغيرا أو كبيرا، موظفا أو مسؤولا، لأن مصلحتنا جميعا هي أن نحافظ على سمعة دولتنا، مصلحتنا في ترسيخ مجتمع متسامح مترابط متلاحم، مصلحتنا جميعا في حماية إرث زايد، مصلحتنا جميعا حماية الإمارات. وأهم مكتسبات الإمارات هي قيمها وأخلاقها ومبادئها التي يحترمنا العالم من أجلها، والتي نريد أن ننقلها للأجيال القادمة بإذن الله. وفقني الله وجميع إخواني وأخواتي المواطنين والمقيمين لكل ما فيه خير ومصلحة هذا البلد العظيم. أخوكم محمد بن راشد آل مكتوم. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي. وعرف المرسوم الأرض السكنية الممنوحة على أنها قطعة الأرض المملوكة للحكومة الممنوحة للمستفيد لأغراض السكن والأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة، بأنها تلك الأرض الممنوحة أو المملوكة للحكومة الممنوحة للمستفيد للأغراض التجارية أو الصناعية. كما عرف المرسوم الأرض الممنوحة على أنها الأرض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة. أما الأرض المرهونة فهي الأرض الممنوحة التي يتم رهنها بما عليها من مبان أو منشآت. يلغى الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو 1996 الخاص بالسماح برهن الأراضي الممنوحة من قبل حكومة دبي والصادر بشأنها سندات ملكية من دائرة الأراضي والأملاك والتعليمات الصادرة تنفيذا له بتاريخ 5 يونيو 1996 بشأن تنفيذ الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو 1996. كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم الذي يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق بعد غد الخميس فعاليات دورة الأولى لمهرجان الأقصر للشعر العربي، ويستمر 3 أيام في مدينة الأقصر المصرية بمشاركة 35 شاعرا مصريا وعدد من كبار أدباء ومبدعي مصر والوطن العربي.
وقال عبد الله بن محمد العويس إن بيت الشعر في الأقصر شارك بفعالية على مدى عام كل المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية في مصر باستنهاض الحراك الثقافي وتحول بيت الشعر إلى حاضن حقيقي للشعراء والموهوبين من جميع المحافظات المصرية. اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين على الخطط المستقبلية والحالية لوزارة الاقتصاد. جاء ذلك خلال استقبال سموه بالديوان الأميري اليوم معالي السلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. تناول اللقاء استعراض خطط مشتركة لتنمية وتطوير قطاعي الصناعة والسياحة بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بالإمارة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتطوير القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الإمارة في ظل الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها، وبما يخدم جهود الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وفق رؤية دولة الإمارات 2021. ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي اليوم، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، ترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك في مكتب سمو الحاكم. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بخطط التنمية الشاملة وسبل تعزيز الخدمات الحكومية والمبادرات التي تتبناها الإمارة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة أصدر المجلس عدة قرارات واطلع على عدد من المراسيم والقرارات الإدارية الصادرة. أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية أن دولة الإمارات رسخت قيم التسامح والتعايش والتعاون والتضامن والوحدة الوطنية واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف والكراهية والعصبية والتمييز في مجتمع دولة الإمارات. وأضاف سموه في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتسامح والذي يصادف 16 من نوفمبر من كل عام، أضاف أن دولة الإمارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة حفظه الله أصبحت عاصمة عالمية للتسامح والمحبة والتعايش بين البشر. وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان البرنامج الوطني للتسامح الذي اعتمده مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والذي سيتم من خلاله مواصلة الجهود الرائدة للدولة في تعزيز قيم التسامح والتعايش ليس على مستوى الدولة فحسب بل على المستويين الإقليمي والدولي أيضاً. قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية اليوم واجب العزاء إلى السيد محمد بن هويمل العامري في وفاة المغفور له بإذن الله ابنه حمد، وذلك خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة الزاخر في مدينة العين. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ خزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية. أكد سمو الشيخ خزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن دولة الإمارة العربية المتحدة أدركت منذ فجر قيام الدولة على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مدى الأهمية الجوهرية لقيم التسامح في عملية بناء الدولة. جاء ذلك في مقال سموه بعنوان الإمارات والتسامح استراتيجية للمستقبل وبرنامج عمل دائم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، حيث قال سموه اليوم يحتفي العالم أجمع بالتسامح بوصفه قيمة إنسانية سامية ومبدأ من المبادئ الجامعة بين البشر بمختلف جنسياتهم وأعراقهم ودياناتهم وانتماءاتهم السياسية والثقافية، لكن اليوم العالمي للتسامح يتجاوز البعد الاحتفالي لينتقل إلى منطق الحاجة والضرورة، فقد أدركت البشرية أن المسيرة الحضارية للإنسان باتت أكثر من أي وقت مضى مهددة بمختلف أسباب النزاع والتصارع الناتجة عن غياب ثقافة التسامح وعن سعي بعض الجماعات إلى العودة بالزمن إلى الوراء وهدم ما حققه الإنسان المعاصر من تقدم في مختلف الميادين لا سيما في مجال الانفتاح على الآخر وبناء جسور التواصل والتآخي والتعاون.
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وفد دولة الإمارات في أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف 22 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ التي عقدت اليوم في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة. وأوضح سموه في تصريحات صحفية على هامش القمة، أوضح أن مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر مراكش تعكس حرص القيادة الرشيدة على مد جسور التعاون والشراكة البناءة مع المجتمع الدولي للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه العالم بشأن التغير المناخي وحماية البيئة. وأكد سمو أن دولة الإمارات أخذت على عاتقها مسؤولية بناء اقتصاد متنوع يقوم على إنشاء قطاعات جديدة، وذلك في إطار رؤيتها المستقبلية لمرحلة ما بعد النفط، منوها سموه إلى أن دولة الإمارات أولت اهتماما خاصا لتوعية جيل الشباب وتمكينهم لتنفيذ برامج تنموية تضع الاعتبارات البيئية على رأس أولوياتها. تستعد وزارة الدولة للتسامح عبر البرنامج الوطني للتسامح لإطلاق عدد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية التي من شأنها العمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمعات. هذا وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات بمناسبة اليوم العالمي للتسامح والذي يوافق غدا 16 من شهر نوفمبر. أكدت أن دولة الإمارات تؤمن ببناء الإنسان والإنسانية وتحرص على انسجام وتناغم النسيج المجتمعي، وتؤكد دوما على قبول الآخر فكريا وثقافيا ودينيا وطائفيا، وتدعم باستمرار تعزيز قنوات التفاهم والحوار والتواصل بين مختلف الأديان والطوائف والثقافات، وصفة الدولة في هذا الصدد بداعية السلام العالمية أو داعية السلام العالمية المتمسكة بالتسامح كقيمة إنسانية نبيلة تفضي للوئام والتعاون والتضامن. احتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليميا والثالث عالميا في مؤشر التسامح المدرج ضمن منهجية تقرير الكتاب السنوي العالمي لعام 2016 والصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا بمناسبة اليوم العالمي للتسامح والذي يوافق يوم 16 من نوفمبر من كل عام. أظهر التقرير تقدم دولة الإمارات بخمسة مراكز عن ترتيب العام السابق وتقدمها على العديد من الدول العالمية التي تعرف بأنها مثال للتسامح مثل كندا وهولندا ونيوزيلندا وسنغافورة والسويد. وأشادت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بهذا الصدد، أشارت بالتقرير الخاص الذي أعده فريق استراتيجية التنافسية بالهيئة، مؤكدة معاليها أهمية رصد ومتابعة المؤشرات العالمية المعنية وذلك لأهميتها ومصداقيتها بحيث تتمتع بالحيادية العالية وشفافية في المنهجية والتقييم. أما الآن ننتقل بكم إلى آخر إغلاقات مؤشرات السوق المحلية لليوم. كما وإليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى لليوم أيضا. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.